سعود سليمان محمد من جمهورية بنين. كانت بداية يعني تعلقي بحفظ القرآن الكريم أنني يوما خرجت من البيت، فلما رجعت استقبلتني الوالدة فقالت لي: هل تعرف فلان؟ فقلت: نعم أعرفه، وهو في سني يعني اسمه ياسين. قالت لي: هو يعني الآن جاءنا خبر أنه شارك في مسابقة عندنا، هذه المسابقة تقام في مدينة جوغو اسمها يعني مسابقة المركز العالي لتحفيظ القرآن الكريم أو شيء قريب من هذا. فقلت: نعم سمعت من هذا. قالت: هذا الذي أخبرتك عنه هو شارك في هذه المسابقة وأتى بالمركز الأول يعني في يعني حفظ القرآن الكريم سورة المجادلة يعني. فأين أنت؟ هل تعرفه يعني حقيقة تعرفه؟ قلت: هو أنا أعرفه تماما، هو في سني يعني زميلي. قال: ما الذي قدمت أنت؟ هل تعرف أن الذي يحفظ القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعني يتوج أبويه يوم القيامة بتاج الكرامة؟ قلت: نعم أعرف. قالت: لما أنت لا تكون مثل هذا الشاب الذي هو في سنك؟ من ذاك اليوم قررت أن أحفظ القرآن من أجل كلام أمي. الوالد هو يعتبر أول من حفظ القرآن في مدينتنا. سبحان الله، كان عنده يعني شيء مثل السيديهات لكن كبير جدا للشيخ محمود خليل الحصري. هو كان يحب الشيخ كثيرا، يعني يحبه كثيرا، فغالبا يعني يشغل هذا الصوت الجميل في البيت ونستمع إلى تلاوة الشيخ محمود رحمه الله. فهذا أيضا يعني من الأسباب. أنا دائما أتساءل، أقول: هذا الرجل، هذا إنسان يقرأ هذا؟ نقول: نعم، رجل مصري وقد زار يعني دول إفريقية منها السنغال. فسبحان الله، كنت أتمنى رؤيته، لكن في الأخير أخبروني بأنه توفي. فسبحان الله، أنا دائما أسأل نفسي: لماذا لا أكون مثل هذا القارئ؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. من المواقف التي أثرت فيا شخصيا موقف أحد الإخوة، أيضا هو أخي من الأب، هو لما فتحت عندنا حلقات تحفيظ القرآن الكريم لم يكن عندنا أناس يتقنون قراءة القرآن إلا الوالد، وهو طبعا لا يستطيع أن يشرف على جميع الحلقات أو مثلا يدرس في جميع الحلقات. عين يعني الأخ هذا عين مدرسا لنا في الحلقة. ماذا فعله؟ هو أول يوم لما جاءنا في الحلقة قال: يا شباب، أنا عينت عليكم مدرسا لكنني لا أجيد القراءة. لماذا عينت؟ لأنه لا يوجد غيري. فماذا يفعل؟ كل يوم يأتي بالمسجل معه، يقول: أين وصلتم يا شباب؟ نقول: مثلا وصلنا إلى سورة الضحى. يأتي بشريط مثلا الشيخ محمود خليل الحصري، فالشيخ محمود هو الذي يعلمنا، يعني نستمع إلى قراءة الشيخ ثم بعد ذلك نردد خلفه. يعني عندما تحفظ تذهب إلى الأخ تقول: أنا حفظت، يستمع إلى قراءتك. طبعا إذا قرأتها يعني قراءة صحيحة هو يعرف، لكنه لا سيعدل لك. يعني تصحيح التلاوة وكذلك الحفظ الجديد كله يكون عن طريق الأشرطة، إما لشيخ محمود خليل الحصري، وأحيانا يأتي بشريط الشيخ محمد أيوب، وأحيانا يأتي بشريط الشيخ عبد الله بصفر. فسبحان الله، تعلمنا القراءة والصوت معا. فأغلبنا من هذه الحلقة هذه يعني حفظنا القرآن الحمد لله، وأيضا نستطيع أن نقلد هؤلاء القراء. فهذا الموقف يعني هو اعترف بقدره، يعني هو عرف قدره، فهذا الموقف جيد. وبعد ذلك فيه موقف للدكتور يحيى الغوثاني لما زار بنين. طبعا هو أخبرني بهذا الموقف، لكن قبله المدرسون أخبروني بهذا الموقف، لأنني كنت صغيرا لما زارنا في الحلقة. أنا قرأت يعني من ضمن الطلاب الذين قرأوا، الشيخ قال لي: ستحفظ القرآن وتأتي إلى المدينة وتدرس في الجامعة الإسلامية تفاؤلا.
فبعد سنين سبحان الله حفظت القرآن الحمد لله، وجئت إلى المدينة المنورة وأدرس في الجامعة الإسلامية. فهذا الموقف لا أنساه أيضا أبدا. وأيضا من المواقف التي لا أنساها موقف يعني الشيخ عندنا كان الشيخ يسمى الشيخ محمد زين العابدين، شيخ مصري، هو كان مدير المعهد عندنا. الذي يخطئ في التسميع يعني يخرجه إلى ساحة المعهد ويعطيه الفأس، يقول نظف هذا المكان بالفأس. فسبحان الله لأجل الخوف من هذا العمل كنا لا نخطئ. بعض المواقف تكون يعني مضحكة جدا، منها أتذكر يعني لما كنا في المتوسطة كان يدرسنا الشيخ سيدي سراقة، فيدرسنا التفسير طبعا، ومادة التفسير يعني كما تعرف يعني متعلقة بحفظ القرآن وكذا. فطلب منا أن نكتب سورة الانشقاق، فالحمد لله يعني كتبنا، لكن كان في أخطاء من بعض الطلاب. فالشيخ غضب لما صحح الأوراق وجاء يعلن عن الدرجات وكذا، في طالب يضحك. طيب الشيخ زعلان وأنت تضحك؟ قال له الشيخ ماذا تضحك؟ قال والله يعني الدرجات هذه هي المضحكة. طبعا الطالب واثق في نفسه يعني. الشيخ قال له طيب أنت تعرف ماذا كتبته؟ قال ما أعرف، لكن هي سورة الانشقاق، أنت طلبت منا أن نكتب هذه السورة. الشيخ قال له أنت كتبت أتشقك ما سماء، يعني إذا السماء انشقت والله يا شيخ. فما أدري كيف نطق الشيخ، كيف استطاع أن ينطق بهذه الكلمة يعني. طبعا وسبحان الله لما وزع الأوراق وجدنا أنه كتب هكذا. من المواقف المضحكة أيضا أتذكر يعني أحد المشايخ كان يدرسنا يعني مادة القراءات، وطبعا الشيخ معروف بهيبته، الشيخ له هيبة، إلا أنه يعني متواضع جدا، ويعني ليس يعني كما يعني نسمع عن بعض الإخوة يقولون الشيخ يعني. فالشاهد الشيخ دخل في القاعة، طبعا قبل أن يأتي الشيخ يعني كثير من الطلاب يعني حذفوا مادة الشيخ، الذي استطاع أن ينقل إلى قاعة أخرى نقل، والذي لم يستطع حذف، وبقي عدد قليل جدا. ومن بين هؤلاء طالب طبعا إفريقي، هو في الأصل ممتاز، طالب ممتاز جدا يعني، لكنه سبحان الله مع هيبة الشيخ لا أدري ما الذي أصابه. فلما دخل الشيخ يعني طلب منا أن نقرأ، وطبعا غالبا الشيخ يبدأ من اليمين هكذا. فاليوم الأول يعني سمعنا سورة الفاتحة، يعني أول شيء الشيخ تحدث عن الدرة المضية وعن الإمام ابن الجزري، ويعني المهم بعد ذلك. فاليوم الثاني الشيخ دخل قال ابدأ، يعني بدأ بالعكس، والطالب الإفريقي هذا هو الأول، قال له الشيخ يقرأ. طبعا كنا أخذنا الصفحة الأولى من سورة البقرة، هو سيبدأ مع بداية الصفحة الثانية. قرأ لي أبي جعفر. طبعا الشيخ قال له ما شاء الله أحسنت أحسنت، أنت قرأت لمن؟ قال أنا قرأت لأبي جعفر. قال ما شاء الله جيد، هذه من الأمور الجيدة في الدرة المضية، أن القراء ثلاثة فقط، يعني أنت تقرأ لفلان خلاص لا يبقى لك إلا اثنان فقط. قال أحسنت. وهو الشيخ يعني ما شاء الله متحمس مع الطالب، وهو يعني مرتبك جدا الطالب، والشيخ لا يدري. قال أحسنت قرأت لأبي جعفر صحيح. قال قرأت له بماذا؟ طبعا بدلا من أن يقول يعني قرأت له بالتسهيل، قال قرأت له بالإسهال. قال بالإسهال، وهو يعني الشيخ ضحك يعني سبحان الله. قال يا ابني الإسهال في الحمام ونحن الآن في القاعة، قل التسهيل. أثناء التدريس الواحد يتأثر ببعض المدرسين، يعني بأسلوبه، بتعامله مع الطلاب، بعلمه، بذكائه. فأذكر هنا يعني بعضا منهم الذين يعني تأثرت بهم. أولهم يعني أخي حسين، هو يعني مدرس في حلقة الحسن البصري النموذجية.
هو كان مدرسا في هذه الحلقة، وتميز بأنه سبحان الله يجعل يعني الطلاب لا يحسون بالفرق بينه وبينهم، فغالبا يذاكر مع الطلاب، يراجع معهم، يعني يظهر لهم أنه يحفظ معهم. ومن المواقف التي يعني لا أنساها أنه جعل لنفسه وقتا لاستقبال بعض الطلاب مثلا في البيت، وأنا من ضمنهم، فمثلا أنا أعطاني وقتا بعد الفجر، فسبحان الله بعد صلاة الفجر كنا نقرأ 5 أجزاء كل يوم، يعني بعد صلاة الفجر نجلس ونقرأ 5 أجزاء قبل أن نذهب إلى المدرسة. فسبحان الله تأثرت كثيرا بأسلوبه وطريقته التي سلكها في إقناع الطلاب في عدم صعوبة حفظ القرآن الكريم، لأن أغلب الناس عندما تخبره بحفظ القرآن وخاصة عندنا في ذلك الوقت فيرى أن هذا الأمر مستحيل جدا، يقول يعني كيف أحفظ هذا الحجم الكبير، كيف يعني أضبط هذا الكلام الثقيل، لكن سبحان الله هو بأسلوبه هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من حفظ القرآن معه سويا. ويعني لا أنسى هذا الموقف. طيب، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كثيرا ما يعني نسمع يعني بهذه الجامعة لما كنا في بنين ونحلم أن ندرس في هذه الجامعة العريقة، فهذه هي يعني قصة يعني التحاقي بهذه الجامعة المباركة العريقة. طبعا القصة بدأت مع مسابقة تسمى بمسابقة الماهر بالقرآن، هذه المسابقة تقام سنويا في مدينة جوغو التابعة أيضا للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. فالنظام في المسابقة أن الطالب الذي يأتي بالمركز الأول يعني يمنح شهادة، وكذلك يعني الهيئة تتكفل يعني بأن تدفع له تذكرة لأن يأتي إلى المدينة المنورة هنا، يعني ويعني يذهب إلى مكة للعمرة ويزور أيضا جدة. فالحمد لله هنا كانت بداية القصة بأن شاركت في هذه المسابقة، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى من أفوز بالمركز الأول. فكانت بداية زيارتي للمملكة العربية السعودية، وهذه سنة 2006. والحمد لله لما زرت جدة وشاركت في المسابقة قررت الهيئة بأن تأخذنا إلى المدينة المنورة لزيارتها لمدة 3 أيام فقط. والحمد لله أثناء السفر يعني اصطحبت معي شهاداتي الموجودة معي، الشهادة الإعدادية وكذلك الشهادة المتوسطة. والحمد لله يعني بعد زيارة المدينة في اليوم الثالث، اليوم الذي نغادر، قررنا أن نزور الجامعة الإسلامية. وفعلا أنا وبعض الزملاء زرنا الجامعة الإسلامية فسألنا عن عمادة القبول والتسجيل، والحمد لله ذهبنا إلى العمادة ويعني أجرينا هناك مقابلة شخصية بالشهادة الإعدادية هذه. والحمد لله كانت القصة هذه في سنة 2006، والحمد لله مع بداية سنة 2007 تم قبولي في هذه الجامعة المباركة، فبدأت الدراسة فيها في نفس السنة سنة 2007. ولما التحقت بهذه الجامعة أتذكر بعد مجيئي ذهبت إلى كلية القرآن الكريم فسألوني أنت يعني من جد ترغب في هذه الكلية؟ أنا قلت نعم أنا أرغب فيها، ويعني علم القراءات هو العلم الذي يعني لا أدري كيف أصفه منذ أن كنت صغيرا،
فالحمد لله يعني ذهبت إلى الإدارة، لكن سبحان الله لما اكتشفوا وجدوا أن الشهادة الموجودة عندي شهادة إعدادية، فقالوا يا سعود لا يمكنك أن تلتحق بهذه الكلية مع أنك حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى بالشهادة الإعدادية، لازم بالشهادة الثانوية. وأنا في ذاك الوقت ما كانت عندي الشهادة الثانوية، فاضطررت إلى أن أرجع إلى المعهد الثانوي داخل الجامعة هنا. فالحمد لله التحقت بالمعهد، المعهد القريب هنا الآن، ودرست فيه 3 سنوات ثم تخرجت ولله الحمد. بعد ذلك التحقت بكلية القرآن الكريم. من أهم الأهداف أن أبني يعني أو يعني أكون سببا في بناء دار في جمهورية بنين، وهذه الدار تكون مختصة في علوم القرآن الكريم من حيث القراءات، أو يكون يعني معهدا لتحفيظ القرآن الكريم وكذلك تعليم القراءات القرآنية، لأنه حاليا لا يوجد في بنين في دولتي لا يوجد معهد متخصص في علم القراءات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أول من يؤسس معهدا في هذه الدولة يدرس فيها علم القراءات.